كيفكن؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جما. اليوم طبعا بهذا الفيديو اخيرا طبعا طلعت بشي، فهذا طبعا اول ظهور لي بالقناه. فانتو طبعا انا لما وصلت لأربعين الف مشترك انتو بالتعليقات بلشتوا عم تحكوا اسراء طلعي وشك، اسراء طلعي وشك، اسراء وعدتيني رح تطلعي وشك. فانا هيني طلعت بشي، وطبعا هذا هو اول ظهور لي بالقناه، وانا يعني شوي متوتره هيك. فطيب يا جماعه طبعا، ورح نلعب اليوم طبعا بي كي اكس تي. وطبعا والله انا كثير يعني متوتره واشياء هيك شويه، مش اول ظهور لي بالقناه، اول مره رح اطلع انا بوشي بالقناه. فطبعا انا كنت عم بوعدكم اني لما رح اوصل ل 40 الف مشترك رح اطلع انا بوشي. فعليكم هيني طلعت، وكلكم بالتعليقات احكوا لي اذا عجبكم هذا الفيديو، هذا النوع من الفيديوهات او لا. فوالله كثير بحبكم، شكرا كثير لأربعين الف مشترك مرة ثانية عم بشكركم، والله شكرا لكم انتو. وطبعا اللي رح نلعب اليوم بي كي اكس دي بتحديد الكريسماس قبل ما يخلص، لانه ضلوا بس ثلاث ايام هون عندي، ثلاث ايام وراح يخلص. فاحنا راح نلعب هيك نستمتع بالكريسماس ونتسلق الشجرة وهيك. طبعا يلي ما انا مشترك اشتركوا بقناتي، حطوا كثير لايكات وبحبكم. هلا طبعا خلونا نبلش مغامرتنا واللعب تبعنا لعبة بي كي اكس دي. ليكو يا جماعة الشخصية باللعبة بتشبهني او لا؟ ليكو احكوا ها؟ ليكو هيكن شوفوني بتشبهني او لا؟ احكوا الحقيقة يا جماعة بتشبهني؟ مو؟ بس هون باللعبة انا مصبغة شعراتي هيك بالابيض، بس هون بالحقيقة يعني بشبه هيك يا جماعة، بتشبه ال شو اسمه؟ هيك بتشبه يعني الديكور او شو تسمونا انتو؟ المهم التسريحة اللي انا مسويتها يعني بتشبهها، واصلا يعني هي شو بتسموها انتو؟ ايه الغرة هاي عندي وكمان باللعبة عندي. فليك انا هيك باللعبة متميزة بهذا الشعر، بس انا ليش مصبغيته بالابيض؟ مشان هو هلا كريسماس، وبالكريسماس بشوف الناس يعني اغلبيتهم باللعبة بيصبغون شعراتهم بالابيض، ولايك انا كمان حبيت اني اصبغه بالابيض وهيك، فكثير جنن طبعا. بس انا بدي ارجعه شو اسمه للاسود مشان يصير هيك يشبهني. فيا جماعة والله كثير سلال، والله يا جماعة يعني متوترة يا جماعة. ليكو يا جماعة كثير عم بحكي هي الكلمة او الجملة ما بعرف شو هي. المهم يا جماعة إلى حبايبي لحلوين، خلونا الصبح ياي ليكو شو نسوي؟ ما ادري بوم بربوم. طبعا رح اخذ هون الباور اب ونروح على الشجرة او لمكان البيوت، مشان هنيك نروح للشجرة واتسلقه، مشان انه يعني نسلقه بس هيك وناخذ سيلفي حلوة. طيب يا جماعة، وطبعا انتو يا جماعة احكوا لي تحت بالتعليقات اذا انتو بتتسلقوا هاي شجرة الكريسماس بلعبة بي كي اكس دي او لا. بس انتو والله يا جماعة بنصحكم هاي الايام الاخيرة اللي بتحديد هذا تبع الكريسماس العبوا كثير وجمعوا فيهم الاورنيمنت، بس بنصحكم لا تشتروا من هذا المكان. وبا سقطت، لا سقطت. طيب فيا جماعة بنصحكم اذا كان عندكم كثير جواهر لا تضيعونا في الاورنيمنت، مشان انا كمان لما بلش الكريسماس كنت عم سوي هذا الخطأ الكبير، يلي هو مثلا انا عندي كثير جواهر وعم اضيعها كثير بالاورنيمنت. بس الاورنيمنت رايح يعني رح تروح من هون لثلاث ايام او اثنين يومين ما بعرف. المهم ياي طبعا يا جماعة تسلقوا هاي الشجرة وخدوا سيلفيات مشان رح نخلص هذا التحديد قريبا قريبا قريبا. ف ياي خلص الباور اب، ما انتبهت يا جماعة. يلا عادي 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 اوكي. طيب
فأنا طبعا يا جماعة والله خلص يعني عم بتسلع، بس بالتالي عم بسقط. خلص الحمد لله يا جماعة، على الأقل ما سقطت لتحت، لهيك عادي رح أخذ سيلفي حتى لو هون يعني عادي. ليكو عم صبي هيك. لك يا جماعة رح ألبس هيك زي الحقيقة، رح أتحول لشخصيتي الحقيقية باللعبة. شو نسوي شو نسوي شو نسوي؟ طيب رح اسوي زي هذا هيك. لا ما بشبه كثير. ما عندي دولة اللي هون هيك. يو اللي كان سوي هيك، رح احاول اني اقلدك زي كأنه هو هاد بيشبه كثير. هذا بشبهه. هذا يا جماعة هذا كثير بشبهه. يا جماعة رح اسوي هون شي اصفر، بلوزة صفراء. طيب احكوا لي يا جماعه لون البشره اذا زيها او لا، ما بعرف يعني انا بس نار. يا ناخذ شيء اصفر هيك، زابط كثير. يور البانت رح اخذ احسن. شوف هذا هذا خلاص هذا زابط كمان، فرح اخذ هذا. وبالنسبة يا جماعة والله كثير تشبهني الكلوز. بوب ياي اوكي. جلوفز ما في نشيلون. شو اسمه الشوز رح اسوي هذا هذا. المهم نظارات ما في. اوكي كمامة لا، مشان انا عم بصور، انا مو برا البيت مشان اني احط كمامة او البسها. يا لك خلص البش، انا عيني مو زرقاوتين يا جماعة، بس انا ليش عم بسويهم هيك باللعبة؟ منشان انا هيك متميزة فيهم، يعني انا باللعبة دائما هدول هم العينين اللي انا عم بلعب فيهم، انا دائما فيهم، فلهيك رح احاول اسوي زي عيوني. شلون؟ نسوي زي هذا. شلو هذا كيوت كثير. طيب رح نشتري هذا ب 18 جوهري. يا لك يا جماعة كثير 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 بتشبه يا جماعة، خصوصا السماعات يا جماعة والله كثير فيهم هذا المايك، وفيهم كمان هون الأحمر، وهون أصوات يا جماعة نار. ياي ولون أصفر يا جماعة، مشان اللي ما يعرف أنا كثير بحب اللون الأصفر والأخضر، يعني اثنيناتهم كثير كثير بعشقهم. ليكو أصفر هذا البلد لابس أخضر. ليكو يا جماعة اجتمعت الألوان اللي بحبها. ليك رح اخذ سيلفي مع هذا الولد مشان كمان لابس اللون اللي انا بحبه، وانا لابس اللون اللي بحبه، هو لابس اللون اللي بحبه. بليز لا تروح، تعال اخذ معك سيلفي بليز لا تروح. كانه عم يسمع. يو ريد مايند اور وات؟ اوكي سيلفي سيلفي. طيب بدي اسوي سيف للبيكتشر. استنى الحمد لله. لكم يا جماعة رح ناخذ كمان سيلفي ثانية. يا ما شاء الله لا تروح لك بليز. هيك هيك نايس نايس نا. وين رحت الكلاب؟ والله حرام. تعال هيك بنكون خلصنا فيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم. لا تنسوا انكم تشتركوا تحت بالقناة، حطوا لي كمان كثير لايكات لهذا الفيديو. ليكو لايك، حطوا كثير لايكات، وبس اشتركوا يلي معنا مشترك مشان نوصل 50,000 مشترك بهذا الشهر. خلوا يا جماعة مفاجأة لعيد ميلادي، مش عيد ميلادي قرب، خلوا مفاجأة لعيد ميلادي نوصل 50,000 بأسبوع واحد، بس ما بنقدر. لك يلا خلونا نوصل 45,000 مشترك، يلا نحطها هلأ، نحطها مشان نوصل لإلها. ويلا طبعا بحبكم كثير وباي.